أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن اغتيال العدو للقائد المجاهد محمد نعمة ناصر أبو نعمة لن يدفع المقاومة إلى التراجع، مشددا على أن رد المقاومة العقابي آت. اغتيال العدو لهذا القائد المجاهد الحاج محمد ناصر أبو نعمة لن يدفع المقاومة إلى التراجع، ولن يضعف إرادتها وقرارها بمواصلة التصدي للاحتلال أو يجعلها تخفف من الضغط عن الجبهة الشمالية، بل على العكس تماما، فإن الفاتورة تكبر مع هذا العدو الذي لا خيار معه سوى المقاومة، ولا خيار أمامه سوى وقف عدوانه، سوى وقف العدوان عن غزة، وهي أي المقاومة ستزيد من وتيرة ضغطها على هذا العدو، وسيكون لها ردها العقابي على جريمته، وهو رد آت لا محال. ليفهم هذا العدو أن يد المقاومة طويلة وقادرة على تعقب جيشه كما تعقبت مخابئه السرية.